يعني اكيد ما بدنا ننسى الكارثه اللي صارت بست شباط، وما بدنا ننسى اكيد الاطفال يلي تضرروا. في جمله بلشت انه حرام هالاطفال على الشيء اللي عاشوه، وتطورت هي الجمله وصارت انه ليش نحن ما بنتبرع ومنجمع العاب لهدول الاطفال بدل الالعاب يلي خسروها. قديش هي المبادره حلوه ولطيفه وبتخفف على الاطفال اثر الصدمه يلي عاشوها. نرمين، صحيح عفاف، اليوم ضيوفنا مميزين والفريق تشكل لأول مرة بنشاطاته بعد كارثة الزلزال. رح نحكي أكثر عن نشاطاتهم وعن الحمية اللي قاموا فيها ونشاطاتهم أيضا ضمن شهر رمضان الكريم. أكيد بيسعدنا نرحب بيارا علي وهي المنسق العام لحملة ضحكتكم أمانة. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. وآلاء الفرخ مسؤولة الدعم اللوجستي. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكم ورمضان كريم. يسعد صباحكم. رمضان كريم ينعاد عليكم. خلونا بداية نتعرف على فريق العمل، وأمتى بلشتوا بداية إنشاء الفريق، أمتى بلش وكيف تم التحضير له؟ هلا مثل ما ذكرتوا بلشنا بكلمة حرام هالأطفال. نحن بعد الزلزال، بعد خامس يوم من الزلزال وبعد ما شفنا المآسي اللي صارت، فكرنا بالأطفال لأنه الأطفال هن أكثر حدا ضعيف بهذا الموقف، يعني نحن الكبار تعبنا فما بالك الأطفال. فبالتالي فكرنا بشيء مختص بالأطفال يلي هو إنه نحن نعمل شيء نعوضهم ولو بشغلة صغيرة عن هذا الأسى يلي تعرضوا له. تمام، فكرنا بفكرة لعبة، بلشنا بلعبة. وقت اللي طرحناها على الفيسبوك العالم كثير تفاعلت وحبت الفكرة، بلشت يتواصلوا معنا إنه نحن حابين نكون معكم بهي الحملة. تشكلنا بعد ما تطوعوا الأشخاص معنا، يعني شكلنا فريق وطلعنا باسم ضحكتكم أمانة. ومن هون بلشنا كبرناها لحقائب مدرسيه وقرطاسيه ودفاتر رسم والوان، طبعا بالاضافه للالعاب، لانه نحن بدنا نوصل له رساله للطفل انه انت راجع على مدرستك ورح ترجع لحياتك والحياه مكمله. تمام، هون بعد ما تشكلنا وطلعنا اسم الفريق بلشنا نختص كل حدا بشيء، يعني كونه نحن كبرناها للحمله، في حدا كان استلم قصص الدعم اللوجستي، في طبعاً حدا طبعا نحن عم نشوف الصور هون. تمام، خلال هون بشاطئ النخيل وقت اللي كنا بلشنا، حدا راح للدعم النفسي تخصص انه شو مفترض نعمل مع الاطفال وبلشنا هون انطلقنا. طبعا نحن من الاشخاص اللي تطوعوا معنا هن وقت اللي سمعوا عن الحمله، في مثلا صحفيه اسمها رنا حبرمان تطوعت معنا من اللاذقيه، جابت لنا داتا، نحن نزلنا على بيانات عن موجوده عن الارض. طبعا كمان تواصلنا وصار في تعاون مع فريق بيت ياشوت، قريه بيت ياشوت التطوعي، زودونا كمان بداتا للاطفال اللي تضرروا، بالاضافه لمركز شاطئ النخيل اللي كنا عم نشوف صوره، كمان زودونا ببيانات عن الاطفال واعمارهم واسمائهم. هون نحن بعد ما جبنا الاغراض وصارت في عنا بيانات، فرزنا طبعا حسب الاعمار والصبيان بنات يعني على هذا الاساس، وحطينا فكره بقصه الدعم النفسي انه نحن يفترض نعمل برنامج ترفيهي لإلهم بالاضافه للالعاب. تواصلنا مع فرق هنيك باللاذقيه موجوده ليعملوا هي العاب الخفه والشخصيات الكرتونيه اللي هي كثير محببه عند الاطفال، ماشا وتوم اند جيري. تماما يعني. طيب خلونا نحكي هيك اكثر، كونه عمر الفريق جديد، عن عدد المتطوعين يلي صار حاليا، كيف عم تقدروا تنسقوا يعني بين بعضكم اكثر؟ تمام، هلا عمر الفريق مثل ما حكيتي انه هو بدايه من وقت الزلزال. تمام، عدد الفريق هو تقريبا 13 شخص، هن يعني مشكلين شيء موظفين، طلاب جامعات، حتى في امهات، بكونه الام دائما بتحس بالشيء الخاص يلي بيهم الطفل، اي فحبوا ينضموا لنا. هلا لما مثل ما حكيت يارا، لما اجت ثاني يوم وخبرتني بالفكره، هلا وقت الزلزال كلياتنا تاثرنا، ففي شيء تماما، ففي شيء كان جواتنا انه هو بحاجه لمين ممكن يحكي فكره قدامك لحتى انت دغري تنطلقي معه. ففعلا لما هي اجت وخبرتني عن الموضوع انه ايه ليش حتى ما نعمل هيك شيء كذا، فانا معك كمان بالفكره. فانا قلت لها انه انا خلص اتفقنا انه انا بصير من مسؤوله الدعم اللوجستي لحتى اقدر نسق، بكونه هي مبادره فرديه فنحن بحاجه لموافقات، بحاجه لعالم تكون معنا تدعمنا على القليله على ارض الواقع. فتم التنسيق مع وزاره الاداره المحليه بخصوص تصريح باسم هاي المبادره لحتى نحن نقدر ننطلق فيها بشكل رسمي. هلا هون بلشت بقى فكره انه نحن رخصنا فنحن لازم نامن الاغراض،
فتواصلنا مع رفقاتنا واهلنا واخواتنا المغتربين وحتى رفقاتنا هون حتى قدروا حدا يامن لنا الاغراض من شناتي وقرطاسيه والعاب وغيرها، انه ايه امننا الاغراض. هلا صار بدنا نامن الفريق بالتنقل بكونه نحن بمحافظه دمشق وبدنا نطلع على اللاذقيه وجبله وريف جبله. اي فاجا حدا قالنا انه انا بامن تنقلات الفريق بالاضافه لباصات تنقل الاغراض للمحافظه. وكمان لما بدنا نوصل لهنيك فالفريق اجباري ما رح نكفينا يوم، يعني اجباري بدنا نبقى لتاني يوم بكونه نحن تنقلنا بكذا مكان. فكمان مشكوره وزاره السياحه امنت المنامه للفريق كله على مده يومين. وهيك خلينا هيك بشكل سريع لانه خلص الوقت تقريبا، خلينا نعرف لوين وصلتوا بالمبادره حاليا، لوين وصلتوا باعمالكم، شو الهدف القادم اللي حتى تشتغلوا عليه؟ تمام، هلا نحن هدفنا هي رسم البسمه على وجوه الاطفال اكيد، فنحن مستمرين بهذا العمل بعد ما نزلنا وعملنا هي الحمله على الارض وشفنا تفاعل الاطفال وقديش كان صداها فعلا حلو، قديش الاطفال حققت هدف الحمله. تمام، خلال شهر رمضان نحن هلا عم نشتغل على حالات فرديه ان كان باللاذقية او بحلب او حتى بالشام، يعني كل ما عم نسمع عن حاله فرديه فنحن عم نوصل لها وعم نحاول نعمل لها. هلا في حالات لسه عم تسمعوا عنها وعم تشتغلوا عليها؟ لحد الان يعني لحد اليوم وبكره نحن في حالات لسه عم نحاول نأمن لها. اذا الله راد نحن حابين نكمل ونطلع على حلب بعد العيد في حال نحن اجانا دعم يعني اكثر من هيك، فنحن حابين نطلع على حلب ونتوجه لاطفال حلب مشان كمان يعني نرسم البسمه على وجوههم يا رب. هلا خلينا هيك بختام ولو سريعا رساله اليوم بتحبي توجهيها لاي حدا او اي كلمه بتحبي تكتبي فيها؟ هلا انا حابه اني اقول انه نحن ان شاء الله مسؤوليتنا كل اطفال سوريا، ان شاء الله نقدر نلقى الدعم اللازم لحتى نحن نقدر نوصل فعلا الضحكه لكل اطفال سوريا دون استثناء، لانه الطفل ما في فرق، هو مستقبل سوريا بالنهايه. كمان بدي اتشكر كل مين كان له ولو مثقال ذره برسم هاي الضحكه لوجوه الاطفال، لانه عن جد نحن بحاجه لهم، لانه هن اللي اعطونا الامل وهن اللي اعطونا الضحكه بدل ما نحن نرسم لهم اياها. حبينا اليوم نضوي على هي المبادره الحلوه، فريق ضحكتكم امانه ونورتوا صباحنا، واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم، شكرا لكم. اهلا وسهلا فيكم وكل التوفيق باعمالكم القادمه. كل الشكر.